تحياتي لكم وتبارك الله عليكم. وهذه الرسالة أعداء الوطن، ما بغيتش نزقي لحقاش عندنا الناس هنايا منضبطين والناس زينين، والمنطقة الشرقية احنا في وجدة في طريق الحدادة قربنا للجزائر. تحياتي للجزائريين الأحرار. والبارح شفت واحد الضجة على ماشي غير الجزائريين، دابا الدول العرب الأغلبية بحال نقولوا هيا تونس هيا الجزائر حاطين على المغرب. المغرب علاش؟ المغرب سبقكم واحد القرن القدام، سمعتوا؟ وحنا كما قال لك عاش الملك والصحراء صحراؤنا وكره من كره وأحب من أحب. حشومة عيب وعار البارح الفتنة اللي درتوها في التيران ديال الكرة. علاش التيران ديال الكرة؟ هادو غير ولادكم 16 عام والعسكر كيتفرج والبوليس كيتفرج وما كانش اللي تحرك ساكنا. بصح هذاك الشيء ماشي من الشعب، هذاك الشيء من أباطرة ديال الجزائر، هما اللي كيديروا يزرعوا الفتنة باش الشعب الجزائري والشعب المغربي كيوقع في واحد الفتنة. حنا عايقين بهم وخص الشعب الجزائري يعقب هذه اللعبة هذه. لحقاش علاش وليدات صغار وفي التيران وشبعوا عصا وما عرف واشنو، ولازم الفيفا توطى على هذا الشيء اللي صرا. خصها تقرر المصير ديال هذا، خصهم ينسحبوا الجزائريين، خصهم يغلبوا ايا كان. ولكن ما فهمتش انايا يعني المنتخب الكبير ولا الصغير، هذه كره بالو وربحوا. المشكله هاد الجزائريين راهم ربحوا وزادوا ضربوهم. علاش كيقلبوا على الفتنه؟ والمخزن فيهم ما يتدخل، البوليس والعسكر كل شيء كان واقف، كنا نتفرجوا في الماتش، فيهم ما يتدخل. ما تدخلش علاش؟ لحقاش هادوك هما شاريين واحد اللوبيات تما نوضوا الفتنه، وهذيك الفتنه حنا عايقين بكم. والاباطره ديال الجزائر واعضاء الوطن الله ينعل لاماتكم الوالدين، سمعتوا؟ كره من كره واحب من احب. وعاش الملك والصحراء المغربيه وتحياتي. والمغرب ديما بالظاهر، المغرب هذه قهوه، هذه قهوه من القهاوي، كاين شي 20 قهوه في طريق الحداده. دابا بيناتنا جوج كيلومتر، جوج بغال. دابا القهوه غادي نسالي هذا الفيديو نوريكم القهوه كي دايره، ما كايناش حتى ما نعرف، ما عندهمش في الجزائر. المغرب دازكم شحال هذه، المغرب فاتكم. طلبوا من المغرب هو يقبض الجزائر، والله شوفوا مع المغرب والملك الله ينصره يقبض الجزائر. يعطيكم من مولاي رشيد ينظمها لكم، وقطعوا هذاك الحبل اللي بيناتنا وهذوك الكبران المرتزقه اللي باغيين يخلقوا الفتنه يمشيوا في حالهم. وهذوك شي جزائريين، شي جزائريين في اوروبا وكلش ما حتى من ديرو غادي نكلاشي شي حمير، كيهضروا كيسبوا المغاربه، كيقول لك ولاد يسبوا لي الدين، يبوسوا لي الدين ويركعوا. الركوع حنا مملكه والحمير ما بغيتش تفهموها، انتم عندكم العبوديه اكثر منا. حنايا هذه مملكه، نبوسوا لي الدين هذيك البيعه كنبايعوه، حنا الملك ديالنا كنبايعوه، راها مملكه، راه عندنا قرون باللي انها مملكه، قرون راها بلدان كي دايره وطاحت لها المملكه، حنا باقيه المملكه. حنا هذيك كنبايعوه سيدنا الله ينصرو. ما اي بلاد راه فيها واحد الضجيج ديال الحكام، بصح انتوما عندكم الكبرانات حاكمينكم، معرض الله عليكم. سمعتوا؟ ماشي كاع الجزائريين، الجزائريين الاحرار الله يجعل ربي يحفظهم. بصح الجزائريين هذوك اللي يديروا المشاكل بيننا وبين ما بينهم وبين المغرب، معرض الله عليهم. وتحياتي جزائرية وجدية الشعب للشعب، وعاش الملك وكره من كره وحب من حب. والصحراء مغربية وباقي الناس بتاوم ليليا، وراه لو كان الملك يعطي الفوفير راه واخا كنعيشوا شي ايامات البطالة وكنعيشوا، راه واخا شمرت الله ويعطينا الفوفير. انا واخا كبرت في اللاش حرام دين ما يا حتى ندخل، فهمتوا؟ وراه خوتنا الجزائريين ساعدونا، والله هذيك الجزائر تنحروهم هاد اليهود هادو وهذوك الكبرانات، هذاك شي القريحه والطبون. ابدل غير سميتك الله ينعل امك الوالدين، وهذاك ديال تونس مال امك انت عاود المجراب. وتحياتي لكم خوتي وتبارك الله عليكم. وغادي نزيد نكمل الفيديو نبين لكم غير واحد المقطع موجده، واخا وجده فيها البطاله وفيها كذا، ولكن الحمد لله متعين. راني دخلت غادي نتقهوى وعندك خلص ما عندكش الله يعاون. وتحياتي. هانا الاخوان، هاد الغازو عندكم انتوما؟ هاد الغازو دوك انا نعس فيه نطيح فيه انورمال نورمال، وفي بياس موندو وفي بياس بالمور صافي. هذا غير واحد الجزء كيما يقول لك مجده، غير واحد القنيته في وجده
وتحياتي لكم كامل، ربي يحفظكم خوتي، وعاش الملك. فيف ماروكو، فيف محمد سيستو والاسره العلويه، عاش الملك مرارا وتكرارا. وكاع اللي راه يتجرأ يسب الوطن ويسب الملك ولا يسب المغرب، لعنة الله عليه. واني قلت لكم راه اقسم بالله، ويعطينا الفوفير يقول لك انا فالهراج والله واحد فيكم لا بقى، اقسم بالله العلي العظيم. وتحياتي لكم، وعاشرات عاش الاسره العلويه، وعاش الملك. نعاودها لكم، عاش الملك. انايا عايش الحمد لله، بلادنا فيها الامان والاطمئنان، وعاش الملك. والله ينصر الملك. وتحياتي للاخوان. وكحلوا هذوك اعداء الوطن، كحلوا كحلوا زيدوا كحلوا. ها انتم، ها هو الماء هذا، يمكن ما عندكمش ديال الشرب انتم. ها انتم الماء، تشوف فيه وجهك، هذا ماء تشوف فيه وجهك، غير الشرب ما عندكمش. وتحياتي لكم خويا، هذه قهوه من القهاوي. تبارك الله عليكم خوتي، وتحياتي لكم، وتحيه من وجده لجميع التراب الوطني. وتبارك الله عليكم، والعقبه ان شاء الله الصحه نساليو معها، والعقبه سبته ومليليا. وتحياتي لكم، وتبارك الله عليكم. اخر كلمه، عاش الملك، الله، الوطن، الملك.